السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مزيان؟ كي بقيتو مع هذا الجو؟ اليوم غنوريكم طريقه التحضير ديال الكسكسو الحمامر بالسلك. كيجي زوين وتقليدي، وهيا ماما توريكم الطريقه كيفاش تقطعوه، حيت هو ماشي بحال البقوله، الوراق ديالو كيكونوا بحال هكا كبار. هيا توريكم الطريقه ديالو كيفاش كيتصايب، كيجي زوين. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ المهم انا رجعت معكم في الفيديو من بعد ما كملت ماما التقطاع ديال السلك. غادي ديرو في الكسكاس باش يتفور مع الكسكسو. هذه راه التفويره الثانيه، حيت تتفوروه التفويره الاولى، حتى الثانيه عاد كديروه عليها باش ما كيديرش صافي، كيتفور معاها، كيتفور مزيان حتى كيطيب مزيان، وتغطي وتخلي حتى كيطيب صافي، فخطره وكتحطو كيخلطوه ان شاء الله. ان شاء الله راه كيجي زوين. دابا هو في الكسكسو ان شاء الله. صافي، وكتغطيوه باش كيطلع فيه داك الباخ ديال البرمه باش تطلع فيه. كتغطيه بالطبيسه هكا. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ المهم انا رجعت معكم في الفيديو. هادو هما المقادير ديال الطعام بالسلك. كتحتاجوا الكمون، السودانيه، والملحه، وزيت العود. وهو فاش كيتفور كيولي بحال هكا، وعاد كتخلطوه، ما كديروش معاه المقادير النوبه الاولى، حتى كيتفور مع كسكسو عاد كديروا المقادير. كيجي زوين وسريع في الطياب، ما كيتعطلش، ما كياخدش وقت طويل. صافي، وكتبقى تخلطو بحال هكا، كدير له الملحه والسودانيه، وانتم على حساب الذوق ديك الساعه كتزيدو. الكمون، الملحه، السودانيه، وعلى حسب الذوق اللي بغى يزيد شي حاجه كيزيدها، وزيت البلديه، زيت العود. كيجي زوين وكيجي بنين، كيجي فيه واحد المذاق زوين. تاكلوه بالصحة والراحة ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي وطول العمر. صافي، وكتبقاو تحطو هكا وكتقادو وكتذوقو. ديك الساعة كتزيدو الكمون ولا السودانية ولا الملحة على حساب الذوق ديالكم نتوما كيفاش كتبغيوه. ونتمنى لكم بصحة والراحة ان شاء الله، وشهية طيبة. وباش كتمنوا ان شاء الله ديروا لنا ابوني في فيديو، فضلا وليس امرا.